أهلا وسهلا بكم متابعي قناة وطني ديزاد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. رئيس الجمهورية يتراس اجتماعا لمجلس الوزراء، وهذا ما جاء فيه. خاوتي قبل ما نبدأ بلا ما نوصيكم الضغط بقوة بقوة على اللايك. في بيان لرئاسة الجمهورية، يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في هذه الأثناء اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وعلى عدة عروض تخص قطاع المالية، منها رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك ومدى تقدم ملف فتح رأس مال البنوك العمومية.